إن من أصعب المواقف التي قد يمر بها المرء أن يرى فلذة كبده تترامى في الشوارع. هذا حال هاته العائلات وجدت نفسها تتخذ من خيمة وسط الغابة مسكنا لها. رانا ساكنين واليوم جاوا خرجونا وشوفوا لينا ولادنا وكسموا. رانا نطالبوا منكم السيد السلطات ولا كسموا يشوفونا ولا السيد الرئيس يشوف لنا حل لولادنا. روحوا تشوفوا لنا كي رانا دايرين. رانا مغبونين احنا غدوة كان جينا انا والسيد الرئيس احنا وين نمشوا؟ احنا وين نمشوا السيد الرئيس؟ احنا والله لا رانا مغبونين. ايوا السيد الرئيس والله لا رانا مكشوفينش انا راك تشوفي روحك تشوف راه شحال من عائله هنا روح شوف السيد الرئيس روح شوف شحال من عائله. السيد الرئيس والله لا رانا مغبونين ورانا ساكنين رحلوا لنا من الفيرما هيا وين ورانا هنايا قيوسين رانا مثمنين وحنا ساكنين وراه قايسين هنايا برا رانا وليداتنا هنا راهم عايشين راه في ثلاث ايام هنا بعد. السيد الرئيس عطينا غير ماذا بك تشوفوا الناس في حالتنا رانا هنا راه في ثلاث ايام عطونا غير سكانين. الله نطلبوا سكنة ونطلبوا دار ما تخلوناش هكا مقيوسين نطلبوا سكنة باش نعيشوا في هذا ما نبقوش هكا مقيوسين رانا في ثلاث ايام ما قريناش رانا موسخين اما الماء ما عندناش باش ما قدش نشوف بابا وعمامي هكا مقيوسين في الزنقة ليه هكا راك كيما هكا لا واش نناشد رئيس الجمهوريه بان ما يقيس شعبه ما عندناش حنا الحق في السكن عندنا كيما الغاشي وشوف كرعينا شوف رجلينا ما قدوش باش نغسلوا الماء قطره تاع الماء ما نشدوها غير باش نشربوا ونكفوا هذا العطش وشوف الدمعه تاع اختبارات نهار الحد عندنا سنة اربع عائلات كل عائله راه فيهم خمسه سته انا عندي خوتي زوج معوقين زوج مرضى هما فيها ازماتين لا حنا في الجزائر حنا ماشي جزائريين ما عندناش حق فيها الا قينا سمعت واحد ولا صرات حاجه عاد نسالو فيها هذه كاع ماشي حاله وراها كاش شخصيه عندنا حنايا عندنا شيبانيه عندنا خضره شيبانيه عندها 90 عام راها في الدار اللي ما تمشاش كوم يكونش ليكوش ولا يرفدوها راه هو عمي هو با 80 والله يا سيد الرئيس انا سيد الرئيس والله ما قبل 80 رانا ساكنين هنا والله ما قبل 80 كي جات من جدي ومن هنا قالوا لك ساي ما قالوا لي انتم راكم منك والو غير ساكن لائق يحمينا احنا نسى نقعدوا هنايا في الكيطان البرد كل حاجه ما راهاش ما تكون فرعتنا يا سيد الرئيس قلت لنا حنا نديروا جزائر جديده. السلام عليكم. فيما يخص قضيه الاخوه دغباش اللي هما مقيمين بالمستثمره الفلاحيه عثمان محمد اثر اصحاب المستثمره الفلاحيه اللي هم متكونين من اربع اشخاص اللي هم اصحاب المستثمره طالبوا بالحقوق نتاع النظر اللي حيزتهم على الملكيه نتاع الارض وهذو الاخوه دغباش مقيمين في هذه الارض منذ 30 سنه تقريبا كانوا كيما نقولوا كارينا هما كانوا مستغلينها والاصحاب المستثمره طلبوا الحقوق تاعهم وحنا تنقلنا عندهم الامس وسيناهم في الظروف اللي راهم يمروا بها هذه الاخوه الاربعه وتحدثنا معهم واستفسرنا على الامور اللي عندهم الى ان نتفاجأ ان ليس لديهم اي ملف موضوع فيما يخص طلب السكن لا في البلديه ولا في الدائره لا من مستوى البناء الريفي ولا من مستوى السكن الاجتماعي. رغم هذا وسيناهم وقدموا ان شاء الله غادي نشوفوا كاش ما قدموا لهم هذه المساعده اللي نقدروا عليها وان شاء الله يكون الخير ان شاء الله